وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والإصلاح الإداري والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تقديم خدمات ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات في مصر. ويستمر هذا الاتفاق لثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويهدف لتحقيق سياسات الدولة متمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي عبر خلق وظائف للشباب وزيادة التنافسية وتنمية ثقافة العمل الحر بين الشباب في مصر. كما أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أهمية ربط هذه المبادرة بخريطة الاستثمار الصناعي والتي أطلقتها الوزارة وتتيح مشروعات لها طلبا حقيقيا في السوق المصرية.